قداسة البابا، يعني احنا النهاردة في مناسبة اعتقد انها المناسبة الاقرب والاكبر والاكثر قربا من كل المصريين، مش قادرة اقول من الكنيسة المصرية او المصريين المسيحيين بس. عيد الميلاد المجيد بما يمثله من فرصة حقيقية، مش بس عايزة اقول للتقارب، احنا قريبين طول السنة، لكن لاننا نعرف بعض. سؤالي النهاردة، الى اي مدى قداستك تقيم معرفتنا ببعضنا البعض، المعرفة العميقة اللي على مستوى أكبر يمكن من بس احتفالات العيد؟ إحنا المصريين بنحب الأعياد، بنحب الفرح، وبنحب اللمة. دي طبيعة فينا، وطبيعة محبوبة عند كل المصريين ومن أيام الفرعون. عيد الميلاد له خصوصية شوية. أولاً لأن العالم كله بيحتفل بيه في تاريخ سابق على التاريخ بتاعنا. في تاريخ سابق 25 ديسمبر. والاختلاف بين 25 ديسمبر و7 يناير ده اختلاف في تواريخ. حسابي يعني، مش حسابي. اختلاف فلكي في العقيدة أو القناعات. لا لا لا، ملوش دعوة بالعقيدة خالص. الشرق والغرب. بس. فده من ناحية الاحتفال. الحاجة بقى المهمة إن الاحتفال دايما يكون في بداية سنة. البداية. برضو كلمة البداية دي حاجة جديدة، لما ابتدي شيء، لما ابتدي زيارة، لما ابتدي استخدم حاجة للمرة الأولى بيبقى لها مشاعر ولها معاني معينة. وكلنا لما بنبتدي السنة الجديدة بيبقى لنا أمل إنها تكون سنة حلوة وسنة مبروكة وسنة فيها خير وما فيهاش أي متاعب، ما فيهاش أزمات. فكلنا بيبقى عندنا روح رجاء وروح أمل لهذا العام الجديد. فده بيضيف فرحة على مناسبة العيد، طبعا ميلاد السيد المسيح، لكن بيضيف فرحة أنها في بداية سنة، الكل بيشترك فيها، الكل بيقدر المناسبة دي. وعايز أقول لك أن ده أول عيد في السنة، يعني السنة بتقابلنا فيه أعياد كتيرة. يمكن دي أسباب بهجتنا كلنا. ده أول عيد.